انا دا احكي لك قضيه عامه، يعني انا دا احكي لك عن مطربين اكثر شبابنا عليهم القاء القبض، واكثر شبابنا مطاردين، واكثر شبابنا مهزومين، واكثر شبابنا متاذين، بس ما يخافون يحكون لان هم بالعراق. انا طلعت من العراق، يعني قلت بعد ما ارجع ما تنحل الموضوع. عندك محمود الغياث عليه القاء القبض. محمود الغياث عمره 17 سنه وموقعيه عقد 10 سنين. زين هذا قاصر، شلون موقعيته عقد 10 سنين؟ صح؟ اي نعم. عندك ادم رأفت هم الولد يعني مختفي عن الشاشه بسبب لو تجدد عقدك لو تدفع 5 تكزيزات. اسراء الاصيل كذلك عنده مشكله بالعراق معاهم. نور الزين يريدون من عنده 23 مليون دولار، يلا نعوفك. يعني كثير من الفنانين متأذين، وشعراء تحاربوا